سؤال على الـ while loop، بيقول using while loop write a C++ program that reads the final grades from the user and prints maximum, minimum and average grades. The program should allow the user to enter the grades until it receives the sentinel value أو sentinel grade اللي هو minus 1. يعني لو دخل minus 1 يوقف. The program assumes that the user enters grades between 0 and 100. يبقى عندنا grades وعندنا maximum وminimum ولازم نعد عددهم ونحسب المجموع عشان نحسب الأفرج اللي هو المجموع على العدد. فعرفت الجريد maximum minimum وعرفت انتجر برضو n بتساوي صفر العدد. بالنسبة للفلوت عرفت السم عشان يجمع القيم فيه وبدأت بصفر، والأفرج اللي هو هقسم السم على ال n. نقول اليوزر انتر جريدز وماينس 1 تو ستوب، ونقرا الجريد قبل اللوب. زي ما احنا عارفين الوايل اللي هي سنتينل فاليو اللي هي اللوب غير محدودة العدد، نقرأ مرة قبل اللوب ومرة داخل اللوب، هنشوف الـ CN مرة تاني جوه. فانتر جريد وماينس 1 تو ستوب ونقرأ الجريد. أول جريد هعتبره هو الماكسيموم والمينيموم، يبقى الماكسيموم يساوي جريد والمينيموم يساوي الجريد الأولاني. وبعدين لو الجريد ده مش ماينس 1 هيدخل، وطبعا في النهاية في CN جريد أهي عشان لو دخل قيمة مش ماينس 1 يرجع يعيد تاني وهكذا. طيب في كل لفة في اللوب هنعمل ايه؟ هنزود العدد بواحد، يعني هو لو صفر يبقى واحد، لو واحد يبقى اتنين، اتنين يبقى تلاتة، ونجمع الجريد على الصم القديم. الصم بدأ بصفر، أول جريد يتجمع، ولما يجي تاني الجريد التاني يتجمع وهكذا. كل جريد لو أكبر من الماكسيمم يبقى الماكسيمم هو الجريد الجديد اللي هو أكبر من الماكس، وكل جريد أقل من المينيمم يبقى المينيمم هو الجريد. وزي ما اتفقنا في سي إن داخل اللوب في الآخر، سي إن قبل اللوب. يبقى اللوب دي هتعمل إيه؟ هتقرا الجريدز وتحسب الماكسيموم والمينيموم وتزود العدد وتزود الصم. اذا خلصنا وكان فعلا في ان، يعني ان مش بصفر، يعني دخل قيم. طبعا لو ان بصفر مش هيعمل حاجه، لو ان مش بصفر هيعمل ايه؟ يطبع الماكسيموم، يطبع المينيموم، يحسب الافرج اللي هو الصم على الان، وبعدين يطبع الافرج. يبقى كده خلصنا البرنامج. الطباعه دي امتى تتم؟ لو كانت الان مش بصفر. يبقى احنا قرينا مجموعة جريدز، حسبنا الماكسيموم، حسبنا المينيموم، حسبنا عددهم ومجموعهم، وقسمنا الصم على العدد عشان نجيب الافرج وطبعنا الافرج.